اتصل المخرج مصطفى العقاد بالفنان الكبير عبد الله غيث، قال له ان انت اخترت لاداء فيلم الرساله دور حمزه في النسخه العربي، اما النسخه الاجنبي فهيكون فيها انتون كوين. الحقيقه ان عبد الله غيث قال ان انا خفت جدا من ان المنافس ليا والمقارنه هتكون بمين؟ بانتون كوين، وده ممثل جامد وعلى مستوى السينما العالميه له اسمه. لكن فوجئت لقيت ان الخوف اتقلب عندي صحي وقلب تحدي. كنا في المغرب وعاملين ديكور لمدينة مكة وأمام آلاف من الحضور هيتم تصوير النسختين، كان المفروض النسخة الأجنبي، لكن فوجئت لقيت مستر كوين بعت لي بيقول أنا عايزك تمثل النسخة العربي الأول، أنا عايز أشوف واحد عربي بيمثل الدور. وبيقول فوجئت لقيت إن أنا قريت الفاتحة 100 مرة وخفت كوين هيتعلم مني، لكن نزلت عليا سكينة وفيض من السماء، وعملت مشهد الأرضة كان أول مشهد ليا اللي كانت ضد الرسول عليه الصلاة والسلام، وعملته أجمل ما يكون ونلت إعجاب وتصفيق الجميع.